عادة سيئة جدا يمكن أن تدمر الزواج تدميرا. ماذا يحدث في دماغك عندما تدمن على مشاهدة الصور الجنسية؟ وهل بالفعل مشاهدة الأفلام الإباحية يفقد الزوج إحساسه وشعوره بزوجته؟ وأخيرا، ما هو العلاج البسيط والنافع من القرآن الكريم للتخلص من هذه العادة السيئة بإذن الله؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، والله إن الإسلام دين غاية في الروعة. كل ما يضرك أبعدك عنه ونبهك منه وحذرك أن تفعله، كل ما ينفعك حببك إليه وحببه إليك. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الإسلام هو دين السعادة، دين الفرح، دين العلاقات الاجتماعية الصحيحة، دين الحب، دين المودة والرحمة. اليوم ظاهرة مدمرة للأسر والبيوت، مدمرة للعلاقات الزوجية والأسرية، ظاهرة عالمية للأسف سببها الإدمان على مشاهدة هذه الصور والمقاطع التي تغضب الله سبحانه وتعالى. أنا لدي اليوم دراسات علمية كثيرة جدا تؤكد أن مشاهدة حتى الأفلام الرومانسية مثلا العاطفية بكثرة، ومشاهدة بعض الصور الجنسية أو الأفلام الإباحية، يؤدي تماما أو حرفيا إلى تدمير العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. وهذا الكلام ليس كلامي أيها الأحبة. دراسة أمريكية جديدة تقول إن الإدمان على مشاهدة هذه الصور والأفلام الجنسية يؤدي إلى خلل في نظام عمل الدماغ، حيث يفقد الزوج إحساسه بالاستقرار مع زوجته، ويفقده الشعور بالسعادة أيضا، وبالتالي تبدأ المشاكل الزوجية لأنه يفقد الرغبة في زوجته، الرغبة العاطفية. هذا أمر مدمر جدا أيها الأحبة. فالأخصائيين يقولون في هذه الدراسة حسب مجلة تايم، أثناء ممارسة الجنس الحقيقي للزوج مع زوجته، ماذا يحدث في الدماغ؟ الدماغ هنا يفرز مجموعة من هرمونات السعادة مثل الدوبامين. هذا الهرمون مسؤول عن الإحساس بالسعادة. القرآن العظيم طبعا هنا وصف لنا هذه العلاقة بالمودة والرحمة. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تنشأ بفعل التقارب بين الزوج وزوجته، والدماغ في هذه الحالة يفرز الكثير من هرمونات السعادة لدى الزوجين، مما يعزز العلاقة بينهما. طبعا نفس الهرمون يفرز في دماغ الأم أثناء تربية ورعاية طفلها، فتحدث علاقة عاطفية بين الأم وطفلها، وبخاصة بعد الولادة مباشرة وخلال السنوات الأولى، وتتعزز هذه العلاقة وتكون علاقة مليئة بالمودة والرحمة. سبحان الله. الآن الزوج سينحرف عن هذا الوضع الطبيعي. ما الذي يحدث؟ عندما يشاهد الرجل فيلم أو مقاطع إباحية ويدمن عليها ويشاهدها بكثرة، الدماغ هنا كيف
يختلف سلوك الدماغ تماما. يعني سلوك دماغك مع الشريك الحقيقي يختلف عن الشريك الوهمي الذي تشاهده في الصور فقط. فالدماغ اعتاد على إفراز هرمون السعادة، واعتاد على إفرازه أثناء وجود الشريك الحقيقي وهو الزوجة. الآن عندما تشاهد هذه المقاطع الإباحية، فالدماغ يقوم بإفراز هذه المادة من دون وجود شريك حقيقي، فيتعود هذا الدماغ على الشريك الوهمي، يعني تنحرف نقطة التوجيه من الشريك الحقيقي الزوجة يعني إلى الشريك الوهمي الذي تشاهده في الصور أو في الأفلام. هذه العملية عندما تتكرر، دماغك لم يعد يفرز هذا الهرمون عند لقائك مع زوجتك، فتشعر بالبرود والنفور، وتشعر بعدم العاطفة، وبالتالي هنا يدمن الدماغ على اللذة التي تأتي من الشريك الوهمي، وبالتالي أنت أحدثت تغيير في آلية عمل الدماغ عندما تشاهد هذه الصور. الباحثون حقيقة في هذه الدراسة رصدوا آلاف الحالات بين الأزواج انتهت بالطلاق، يعني ظاهرة مدمرة، وللأسف هذه الظاهرة منتشرة في الغرب أكثر من الدول العربية أو الإسلامية بسبب الانفلات الإباحي الكبير الذي يعيشونه عندهم. عندما قام الباحثون بتحليل العدد الهائل لحالات الطلاق تصل إلى 40-50-60% في بعض الحالات، فوجدوا حقيقة شيئا خطيرا جدا، أن السبب الرئيسي في انهيار العلاقات الزوجية هو مشاهدة هذه الأفلام، والتي يستخف بها كثير من الشباب أو الرجال ويظن أنها نوع من المتعة يستمتع بها، ولكن لا يدري ماذا يحدث في دماغه، ولا يدري كيف يتلاعب به الشيطان، والله سبحانه وتعالى يحذرنا أن نتبع خطوات الشيطان. طبعا الشيطان يحب أن ينشر الفاحشة وتكثر حالات الطلاق، لأن هذا هو مفتاح باب جهنم والعياذ بالله. طبعا هناك دراسات أخرى أيضا تقول إن آلاف بل ملايين الأسر يعيشون حياة تعيسة بسبب انحراف الزوج عن الفطرة السليمة وإدمانه على مشاهدة مثل هذه المقاطع. ويقول الباحثون إن الشباب الذين يكبرون في هذا الجو من الجنس الخيالي، يعني تخيل أن شاب غير متزوج، انظر، وهنا الخطورة أيضا، وهنا سبب يعني عزوف بعض الشباب عن الزواج، أنه يكبر هذا الشاب قبل الزواج وهو يمارس الجنس الخيالي مع شريك وهمي من خلال صور ومقاطع ومن خلال العادة السرية، فتنشأ لديهم مشاكل على المستوى العصبي والعقلي، وتنحرف كما قلنا نقطة التوجيه في دماغهم من الشريك الحقيقي إلى الشريك الوهمي، فيتعود على هذا الأمر فينفصل عن الواقع، وبالتالي عندما يتزوج ربما تستمر هذه العلاقة الزوجية أشهر أو سنوات قليلة، وبعدها يبدأ البرود في العلاقة العاطفية وتبدأ المشاكل، وينفصل روحيا وجسديا عن زوجته. فالقضية أيها الأحبة قضية خطيرة جدا جدا جدا، للأسف كثير من الناس يستخف بها،
ولكن أنا بنظري كل إنسان ينبغي أن يعلم ما الذي يحدث في دماغه أثناء فيما لو شاهد مثل هذه المقاطع. يجب أن تعلم بحيث أنك تعلم أنك تدمر دماغك وتحرف دماغك عن الفطرة السليمة والعمل الصحيح، فعسى أن تكون هذه المعرفة طريقة تبعدك عن هذا الطريق السيء. فعندما يشاهد الإنسان يعني منظر مثير أو امرأة مثيرة ولكن على تلفزيون أو الموبايل أو الكمبيوتر، فالدماغ يبدأ بالاستعداد للعملية الطبيعية، لأن هذه غريزة موجودة في داخل كل المخلوقات أيها الأحبة، حتى في الحيوانات موجودة. والعلماء يقولون إن دماغ الإنسان مبرمج ليقوم بهذه العملية بشكل طبيعي. يعني هل رأيتم حيوان مثلا حصان أو فيل أو نمر أو أي حيوان يثار بمشهد إباحي مثلا؟ فقط الإنسان سبحان الله، لأن هذه الغريزة متأصلة في الكائنات، يجب أن تمارس بشكل طبيعي مع الزوجة. وبالتالي عندما تقوم بتغيير برمجة الدماغ هذه وتغير طبيعة الدماغ إلى طبيعة وهمية، فهنا تبدأ بعض الأمراض النفسية ومنها الاكتئاب أيضا. الآن أيها الأحبة، أنا أريد أن أدخل معكم الآن إلى العلاج من القرآن الكريم. القرآن ميزته لا ينتظر، يعني القرآن لا يفعل مثل العيادات العلاجية أو مثل أخصائي السلوك، لا، هم ينتظرون الشر حتى يقع فيقومون بالعلاج. يعني الطبيب ينتظر حتى يصاب المريض بمرض منقول جنسيا فيعطيه الدواء اللازم، ولكن القرآن لا يفعل ذلك. القرآن منذ البداية يقطع أسباب هذا الشر وهذا المرض وهذا الـ 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 وهذا الأمر الغير جيد بالنسبة لك. فالله عز وجل وهو أحكم القائلين وأصدق القائلين عز وجل أعلم بتركيب الدماغ منا، هو خلقنا ويعلم العوامل التي تؤثر على الدماغ، فلذلك شرع لنا الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذه الآية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقال عن الزواج، قال وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا لا رهبانية في الإسلام. ولكن كيف قطع القرآن أسباب الشر من جذورها؟ أي عملية فيها فاحشة أو شذوذ أو مشاهدة لمقطع إباحي أو غير ذلك تبدأ من هنا، من العين، من النظر، من البصر. لذلك قال تعالى قل يا محمد، أخبرهم صلى الله عليه وسلم، قل للمؤمنين، خطاب لنا نحن المؤمنين أخي الحبيب، خطاب مليء بالرحمة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هل هناك تهديد في هذه الآية؟ لا. هل هناك وعيد؟ هل هناك تخويف؟ الله يقول لك إذا أردت حياة زكية أزكى لهم، مطمئنة، خالية من الأمراض، خالية من المشاكل، ابدأ بغض البصر وليس إغلاق العين، لأن الإنسان قد يغلق عينه ولكن دماغه يتخيل ودماغه
يتفاعل مع الشر. فلذلك قال يغضوا من أبصارهم، يغضوا أقوى من يغلق أبصارهم، أقوى. لماذا؟ وغيض الماء يعني جف تماما، كأنه يقول لك جفف بصرك تماما عما حرم الله. يغضوا من أبصارهم، والبصر غير العين، العين آلة مثل الكاميرا، ولكن عملية الإبصار هي ما يتم تحليله في الدماغ. فكأنه يقول لك اقطع أي نظر أو أي مشاهدة أو أي تفكير أو أي هاجس يأتيك أو أي إثارة قد تحدث نتيجة النظر أو نتيجة المشاهدة، فجفف بصرك تماما من كل ما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذن بدأ بالبصر لأنه هو الأساس وهو البداية، والخطوة الثانية ستحفظ فرجك أكيد، لأن الإنسان إذا غض بصره انتهى الشر. ذلك أزكى لهم. ثم قال إن الله خبير بما يصنعون، أخبرك أن هناك كاميرا إلهية موجهة عليك. أحدنا يستحيل أن يشاهد مقطع ولو بسيط أمام أبنائه أو أمام الناس بشكل عام، غالبا ما يخلو بنفسه، ولكن هنا الله ذكرك أنه يراك. إن الله خبير بما يصنعون، يعني الله عز وجل يشاهدك ويراك، ولم يقل يعلم فقط بل قال خبير، والخبرة هنا يعني خبير بدقائق ما تفكر به، والله موجود معك. فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك، يعني تستحي من طفل صغير ولا تستحي من الله وهو معهم وهو معكم، يعني يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فإذا أخي الحبيب هذه الآية حقيقة آية رائعة جدا، إذا طبقتها فإنك تنعم بحياة مستقرة آمنة، وسوف تزداد العلاقة متانة مع الزوجة بعيدا عن هذه الأمراض التي تأتيك من الخارج، بعيدا عن هذه الصور والعلاقات والمشاهد وغير ذلك والألفاظ البذيئة وغيرها، وبالتالي تزداد المودة والرحمة بينك وبين أهل بيتك وبين أبنائك، ويزداد احترام زوجتك لك، ويزداد احترام الناس وثقة الناس بك. لذلك والله يا أخي الحبيب كما قلت لك في بداية هذا اللقاء، كل القرآن خير، وكل ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام أيضا خير. فقد حذر هذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام من النظرة، وأكد أنها سهم مسموم من سهام إبليس. من تركها مخافة الله وجد حلاوة الإيمان في قلبه. جرب أخي الكريم، إذا كنت ممن عود نفسه على النظر للنساء الفاتنات أو للأفلام أو غير ذلك، جرب قل أنا سأمتنع ولو ليوم واحد ولو لساعة، سأمتنع هذه الليلة، لن أشاهد ابتغاء وجه الله. والله ستشعر بحلاوة الإيمان في قلبك، لذة لا يمكن وصفها إلا من عاشها. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا أيها الأحبة ممن استجابوا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينجينا من هذه المهالك، وأن يرضى عنا جميعا لنكون راضين عنه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.